بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. هنبدأ معاكم جولتنا الرياضية مع المنتخب الوطني لكرة اليد اللي قدم مباراة قوية امبارح قدام المنتخب الكرواتي في أول مشوار في بطولة العالم في السويد وبولندا. نجح منتخبنا في تحقيق الفوز بنتيجة 31-22، وشهدت المباراة تألق ملحوظ لحارس المرمى كريم هنداوي واللعيبة أحمد حشام دودو ومحمد سند وعلي زين ومهاب سعيد. حصل علي زين لاعب منتخب اليد على أفضل لاعب في مباراة منتخب الفراعنة أمام كرواتيا، وتألق في المباراة وقدم مستوى فني وتكتيكي كبير. تواجد أحمد فتوح وعبد الله جمعة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الفريق امبارح، واللي اتلعبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء بيراميدز الجاي في نصف نهائي كأس مصر. فتوح وجمعة خضعوا لتدريبات تأهيلية وبدنية على هامش التدريبات طبقا للبرنامج الموضوع من الجهاز الفني للفريق واستعدادا للمباريات اللي جاية. فريق كرة السلة في النادي الأهلي فاز على زمالك بنتيجة 91-62 في الجولة الخامسة من بطولة دوري السوبر في المباراة اللي اتلعبت على صالة الزمالك في ميت عقبة. وامبارح وفي افتتاح الجولة ال20 من الدوري الإنجليزي فاز أستون فيلا على ليدز يونايتد بهدفين لهدف، وبكده رفع أستون فيلا رصيده إلى النقطة 25 في المركز ال11، وتوقف رصيد ليدز يونايتد عند 17 نقطة في المركز ال14. علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على الإنجاز الرائع اللي حققه النجم المصري محمد صلاح اللي بيستعد لمباراته رقم 300 النهارده قدام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال كلوب في المؤتمر الصحفي للمباراة: يا لها من مسيرة مذهلة لمحمد صلاح، لقد حقق حلمه وأحلمنا معه، لكن لم تنتهي القصة بعد، إنه يبدو جاهزا جدا وسرعته ما زالت نفسها، أهم شيء إنه جاهز ووجوده معنا شيء مثالي للغاية. حقق نابولي فوز كبير على ضيفه فريق يوفنتوس بنتيجة 5-1 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب دييغو أرماندو مارادونا في افتتاح منافسات الجولة 18 من كالتشيو للموسم الحالي، وعزز نابولي صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 47 نقطة، ووقف رصيد يوفنتوس عند 37 نقطة في المركز الثالث وبالتساوي مع ميلان الوصيف بفارق الأهداف. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لجمانة وأحمد علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر.